تكوني صدقتيهم. دول بيتهمونا احنا عشان ينفوا التهمه عن نفسهم. دول مجتمع قبلي، ممكن يموتوا بعض عشان اي حاجه، مشكله في الري او اهانه او اي موقف. انت ازاي تروح عند الناس دي تاني؟ ردي. موسى، موسى سيبني اتكلم معاها شويه لو سمحت. لو سمحت. انت عارفه انا حبيتك ليه؟ عشان قلبك بريء وطاهر ومفيش منه اتنين، وانت الوحيده اللي كان عندي ثقه فيها اني احكي لها مأساتي. تصبح على خير. لو كنت شفتي جده وهو بيبكي، مزيج غريب بين الغضب والحزن والكبرياء، فكرني بأبويا وببلدي وبصوت سومة، فكرني بلمتنا بالزعل والفرح. محدش فينا عارف مين يهودي ولا مسيحي ولا مسلم، الفرح واحد والوجع واحد. بيكفي بيكفي. وبعدين يا جماعه، الناس اللي اتحبست نسيبها كده، نحط ايدينا في الميه البارده ولا ايه؟ مش سايبين وراهم ولادهم ومراتهم وكده، ايه خلاص؟ الحاجات دي عندنا في الجماعه بنبقى عاملين حسابنا كويس قوي ليها. ازاي يعني يا خليل؟ يعني مثلا لو انا بكسب 20 جنيه في الشهر، نسبه منهم بتروح للجماعه. واحد تاني بقى قاضي، محامي، ظابط، كل واحد بيدفع اللي يقدر عليه. حد مثلا اتسجن بنصرف على عيلته، واحد مريض بنصرف عليه في المستشفى. حبينا نعمل مؤتمرات، اجتماعات، ندرب مجاهدين، نرمي قنبلتين، نفجر محلين، نموت لنا شويه كده من البني ادمين. ده ايه يا عمنا؟ انت هتعوم على عومهم ولا ايه؟ ده هم اللي عملوها ولبسوها فينا. صح، زي تحقيقات الداخليه كده ما اثبتت ان النقراشي والخزندار ناس كده هم اللي موتوهم. ها؟ وبعدين يا اخوانا، هو احنا بس في ايه ولا في ايه؟ اهلا يا هارون. اهلا يا سي هارون. اقعد يا هارون. اتفضل صلاح النور. اتفضل جدك خيبه. اتفضل. اقعد يا هارون. دي فلوس مني ومن مزراحي، كل واحد يحط اللي يقدر عليه، وبعدين نبقى نوزعهم بسرعه على بيت الناس المسكونه. خليهم بس معاك دلوقتي لغايه ما تشوف هتتصرف ازاي. مفيش حاجه تانيه تتعمل غير كده يا حسين، ما ينفعش تضيع وقت وفي ناس محتاجه. هات هات يا سي هارون، كتر ألف خيرك. أنا في محلي لا عوزت ولا حاجة. والله ونعم الرجال. يا سلام يا سلام. الراجل اللي اتحط على الجرح يا سلام بالأخلاق والأدب. الله يكرمك. أنت إزاي تاخدوا منه فلوس من إيده النكسة دي؟ والله ما حد نكسة، لا أنت قلت صوتك لا يسمعه. ما يسمع، أنا عايزه يسمع يا سيدي. وبعدين يا خليل معاك كل شوية تطلع زي الطلوقة كده. يا اسطوحي، الفلوس دي حرام حرام. يا سلام، عامل بقى زي الجماعة بتوعه، ده حلال وده حرام وده حرام وده حلال، جابكوا خيبة. الحمد لله على السلامة يا سندينا. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كده تمرضي يا حبيبتي، انتي ما بطلتيش دموع من امبارح. كنت عايزة اعمل ايه يعني؟ اضحك ولا زغرط؟ محدش قال كده، بس الحياه لازم تمشي يا مريم. عندك انت وعندك انت كمان. الحزن في القلب يا حبيبتي مش بالدموع. ولو بابا مكاني دلوقتي كان قال لك البسي وروحي جامعتك عشان تنجحي وتسعديه. مش رايحه في اي حته. طب ايه رايك نروح الكنيسه نصلي سوا؟ يمكن كده لما تسمعي عزه وتصلي تهدي. لسه فاكره ان في كنيسه وربنا وكده؟ عيب يا مريم اللي انت بتقوليه ده، الزمي حدودك وما تنسيش ان انا امك. اذا كنت انت نسيتي عاوزه انا افتكر؟ الزمي حدودك معايا في الكلام، الوحيد اللي من حقه ان هو يحاسبني هو ابوكي. بيروحي له السجن يحاسبك هناك. عملتي ايه لما عرفتي ان موسى هارون راح اسرائيل؟ حسيتي بايه؟ ها؟ كده ما بقتش خيانه لابويا بس، دي بقت لمصر كمان. أنا آسف يا سعالي على اللي عملته، مفيش داعي للاسف يا سردينا. الحمد لله على السلامه يا سردينا. الله يسلمك. والله انا كانت نيتي خير وقلت بدل ما استنى. انا عارف. المهم قلت ايه لوكيل النيابه؟ ربنا يعمر بيته بقى، هو خدني بالهداوه وانا صممت على الكلام اللي قلته في القلم السياسي، ان لقيت الشنطه بالصدفه وما اعرفش بتاعت مين ولا اعرف الاسماء اللي مكتوبه على الجوابات. صدقني واخلى سبيلي. انت بطل يا سردينا. بطل ازاي بس يا سعالي؟ ده انا كنت هبوظ الدنيا واجيب رجلك ورجل زمايلك. لا اللي يستحمل الضرب والتعذيب وما ينطقش ولا يعترف هيبقى عظيم وطني زي اكبر بطل في مصر. الله يعمر بيتك. طيب ونكمل شغلك وكأن مفيش حاجه حصلت. والنضال شغال ما تقلقش. بس انا خلاص ما بقتش انفع صح؟ لا دورك جاي انت والوطنيين اللي زيك. لا اله الا الله. 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 صبا صبا انت واخده شنطتك ورايحه فين؟ راجعه على بلدي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما صار شيء. موسى ضايقك في حاجه؟ موسى يا ريتني لا شفته او عرفته. ليه عمل لك ايه اللي خليه يجي لك اعتذار؟ اللي خلاني اعمله مع حدا بينفع يعتذر عنه. انت من امبارح بتزعقي وبتصوتي وانا مش فاهمه منك حاجه. ليلى انا حبيتك مثل اختي وبقلك لازم تفلي منهم قبل ما تتحولي مثلي لقاتله. في الناس انت مجرم. انا بسمح لك اكمل كلامي. انت المأساة حولتك لوحش بتاكل في البشر، واللي اتعمل فيك انت وعيلتك بتعمله في الناس. انت ما تفرقش اي حاجه عن هتلر، نفس الروح الشريره والعنصريه والقتل. هو في ايه؟ اختك بتقول عليا هتلر. انت تخرصي. انت اللي هتخرص وكلكم هتخرصوا. انتوا هترجعوني بلدي. رجعوني بلدي هفضحكوا في كل حته في الدنيا يا مجرمين. رجعوني بلدي هفضحكوا في كل حته. هفضحكوا في كل حته يا قتله يا عنصريين يا كلاب. رجعوني بلدي مش عايزه اقعد هنا. رجعوني بلدي. رجعوني بلدي. شالوم بفكشها الجيه يتهكف لما كيدها جدودها. قوم يا سيدي المعلمين والرجاله، الحاره محتاجالك. واذا كانوا رجالتك الاندال سابوك، احنا رجالتك وخدامينك وتحت رجلك. بس وحات مقام الحسين لا تقوم. واول حاجه هنعملها هنروح سوا نصلي ركعتين هناك، واتنين في السيده واتنين في السيده نفيسه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بركه اهل البيت اول مره يضحك. والله انت وشك حلو يا سردينا. الحمد لله يا رب الحمد لله. مساء الخير يا نعيمه. مساء النور. الزغروطه دي من عندكم يا اختي صح؟ ايوه يا وش السعد. المعلم رجعت له عافيته. يا الف نهار ابيض. امان عليك. اوعي تجيبي له سيره على اللي حصل لزينات. مش هقول يا اختي، بس هو هيعرف. بعدين اتفضلي يا اختي اتفضلي. يا الف نهار ابيض يا معلم. الحمد لله على السلامه. الست زينات بتبوس ايدك وبتبوس راسك وجايبه لك منها حاجه حلوه. اوعى رجعوني بلدي. عايزه ارجع مصر. انا عايزه ارجع بلدي. عايزه ارجع بلدي. عايزه ارجع بلدي. عايزه ارجع مصر. عايزه ارجع مصر. رجعوني مصر. سيبنا رجعها مصر دي اختي. اسرائيل اهم من اختك. رجعوني. رجعوني. تخرج امتى؟ ازاي ما تقوليليش على موضوع حسن ده؟ ازاي تسيبيها توصل للحاله دي؟ ما انا قلت لعب عيال، والبت اتأثرت لما اتقبض عليه وافتكرته بطل. المشكله مش انها عايزه تتجوزه رغم اني مستحيل اوافق. امال ايه المشكله؟ المشكله انها مؤمنه بافكاره، افكاره متطرفه عنيفه يعني، وده تحول غريب في شخصيتها. معنى كده انه ليه تأثير اكتر مننا كلنا. طب وبعدين هنعمل ايه؟ مش عارف. الموضوع ده محتاج وقت ودماغ، وانا ما عنديش لا وقت ولا دماغ ليها. انا مشغول في قضيه اكبر من كده بكتير. قضيه ايه؟ وهنسيب البت تضيع؟ دي فاطمه، بقول لك ايه، خدها كده على اوضتك واتكلم معاها بالراحه. اكيد يابا. السلام عليكم علي بيه. وعليكم السلام. الصاغ حسن البشير، ضابط مباحث الجماليه. اهلا وسهلا. هنتكلم كده على الباب؟ لا طبعا، انا اسف. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. ممكن نتكلم لوحدنا؟ موضوع خاص. خليك يا حاج. اتفضل معايا. اتفضل. تشرب ايه؟ لا ولا اي حاجه. ما يصحش. طبعا انت مندهش من الزياره المفاجاه. بصفتك شاب مصري مش هندهش، انما بصفتك الوظيفيه اكيد هندهش. ولو كان بصفتي مصري ووطني زيك بالظبط، انا هاثر عليك الطريق. طبعا نشاطك نشاط زملائك الوطنيين مش خاف علينا كظباط داخليه ومباحث، وعشان نشاطك ده انا جيت لك. مع اني مش فاهم حضرتك بتتكلم عن ايه، بس انا تحت امرك. صدرت اوامر من فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخليه، وبشكل سري، بنقل اسلحه للفدائيين للقناه. حاجه عظيمه. عاوزين مساعده حضرتك لانك عندك خبره في الموضوع ده. انا لا صاحب خبره ولا حاجه. انت مش واثق في كلامي وفاكر اني بوقعك في الكلام. اسمعني يا علي بيه، احنا عارفين كل حاجه عنك وعن المنشورات وعن سردينه والقهوة لأنها متراقبة، ولو كنا عايزين نقبض عليكوا متلبسين وانتوا قافلين عليكوا القهوة كنا عملناها. بس لازم تعرف إننا وطنيين زيكوا وعايزين نخلص من الاحتلال والإنجليز. إحنا هنسيب لك وقت للتفكير، ولما توصل لقرار في معاونتنا ابعت لي أي حد الاسم وأنا هجيلك على طول. إن شاء الله. أستأذن أنا. اتفضل. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. مع السلامة. كان عايز منك ايه الظابط ده؟ مفيش حاجة، ما تقلقيش. قلبي واكلني على العيال قوي. وانا اعمل لك ايه بس؟ يا قلبك يا اخي، يا قلبك. قلبي؟ ليه؟ هم مش ولادي ووحشني ونفسي اشوفهم. في شيء مش طبيعي يا هارون. انا عارفة بنتي، بنتي لا يمكن تتحمل انها تبعد عننا وعن مصر طول المده دي. يا سلام، دلوقتي لسه عرفتي بنتك بتحب بلدها قد ايه؟ هو انا اللي قلت لها سافري؟ مالك يا هارون مشايل لي مشاكل البيت كلها ليه؟ الله، هو انا اللي قلت لها تحب سي علي؟ وسكت وشجعتها ودلعتها لغايه ما جات لها ازمه نفسيه، ولولايا انا كانت هتروح مننا. انا اللي قلت لها تفضحنا قدام الحاره كلها وقدام عيله صفوت ما تتكلم، ما انت مش عاجبك تربيتي لعيالي؟ صبرت على هذا كله ليه؟ ليه؟ الله 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 الله. ايه يا ابو موسى؟ ايه يا غالية؟ للدرجة دي سهل في قلبك؟ انا برضه شايفك كده. انت لولاكي في الدنيا كنتش بقيت حاجة. انا عارف انك تعبان، بس انا كمان والله تعبان وغبت. الولاد وحشة قوي، البيت من غيرهم بقى ضلمة، أعمزة الخرابة. بس ما تقلقيش ما تقلقيش ولا يكون عندك أي فكرة، أنا من بكرة هتصرف. أنا جبت لك إيجار 5 سنين زي الست زينات ما قالت، ربنا يفك سجنها. بس لو قدمت 2 3 ساعات لكان طلبك على عيني يا نور عيني. يعني إيه الكلام ده يا معلم؟ يعني الست اللي جت ومسكت مكانها زهرة؟ أيوة زهرة. مالها؟ جت ودافعت وبصمت وبقى المطرح مطرح. كنت فين يا وليه وسايبه المطرح؟ المطرح اللي سرقتيه من المعلمه. اخرسي عتلسلك وليه خرفانه، المطرح ده انا مأجراه بحر مالي يا حبيبتي. بقى تستغلي سجن المعلمه وتاخدي مكانها وتقولي حر مالك. وليه حبسجيه مين يأمن لها؟ محبوسه عشان وطنيه يا روح امك. وطنيه دي تبقى خالتك يا روح خالتك. يلا يا وليه خش على جوه شوفي شغلك، ولا تحبي تاخدي افراج وتتطرقي من هنا؟ يلا يا تدخلي يا تخرجي، اخلصي. صوتي خاف ما يختشيش. لازم يكونوا حريصين جدا مع الطلب الغريب ده، مع انه قال كلام منطقي وانهم فعلا كانوا يقدروا يقبضوا علينا. يقبضوا على مين يا السعد؟ ما تنساش انك ضابط جيش. يقصد يبلغوا عنا معلومات صحيحه. بالظبط يا علي، ده اللي انا اقصده. طب والحل؟ لو الكلام ده طلع صحيح تبقى فرصه ذهبيه، لو العكس تبقى مشكله. على فكره انا اقدر اتاكد. ازاي؟ ليا قريب مسؤول كبير في الداخليه، ولو فعلا فؤاد سراج الدين اصدر اوامر بالشكل ده لازم هيبقى عارف، لانه من الدايره القريبه منه. عندهم حق يا هارون، الناس واثقه فيك وفي ولادك. انتوا جرالكوا ايه؟ الشرطه خدتكوا كلكوا تودي ولادكوا اسرائيل. انا ما كنتش موافق. ولما مش موافق ازاي تخلي ولادك يسافروا؟ اعمل ايه بس؟ الظروف اللي مريت بيها لخبطت دماغي خالص. عيب عليك تقول كده، وانا بعتبرك تلميذي. ده شرف ليا يا سيدنا. المهم العمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه تعملها تهدي خالص مع اهل الحاره، حتى لو تجاوزوا اتحمل، لان الناس صدرها مليان بالغضب باللي حصل في النكبه. وثانيا تطلع من هنا على سويري وانا هكلمك. سويري؟ بعد اللي حصل؟ اسمع الكلام ما تغلبنيش. It is so dangerous. الله يخرب بيت كآبة امك. ليه بس يا ميجور؟ ما كل حاجة تمام والأمن مستتب، ها، والخونة اللي قتلوا إخواتنا الإنجليز اور براثرز اتحكم عليهم واتعدموا وخلصنا منهم. لسه في كتير فدائيين في كنال، سويز، إسماعيلية، وسلاح بيجي من مصر، اعمل انفجار كبير. يعني أنا ما يرضنيش يا ميجور، بس يعني أنا في إيدي إيه أعمله؟ أنت ذكي نطاط وعارف أكتر مني. الله يكرم أصلك يا ميجور. بس من غير بس نطاط، بيزنس محتاج ماني. خلاص عرفنا. ومقام سيد اللبيني، انت راجل عسليه يعني هوني. خلاص ما تقلقش، كل اللي انت عايزه هعمله لك، ان شاء الله يكون القرد في بطن امه. انا عارف احنا قد ايه اذيناكم، بس يعني ما كانش بخاطرنا. انا لولا الشيخ بندر كلمني ما كنتش استقبلتك في بيتي بعد الفضيحة اللي حصلت. وبعدين يا باشا اللي حصل حصل، سفينين الولاد ما لهمش نصيب في بعض. أشكرك يا هانم على تفهمك الكامل. أؤمر يا هارون بيه. الحمد لله. من المعروف إن سعادتك يعني مساهمة بشكل كبير في موضوع هجرة الشباب لإسرائيل، وأنا وولادي الاتنين هناك وغابوا بقالهم فترة، وعايز أطمن عليهم. دكاغ هطمنك عليه. الله يكرم اصلك. سلامي لسي صفوت. استاذن. فاكر يا حبيبي أول مرة شفتك فيها؟ كنت نازلة من القطر في باب الحديد هربانة من أهلي، الدنيا زحام وأنا عاملة زي الفرخة المدبوحة اللي بتفرفر. حسيت إننا يوم القيامة والخلق ياما وأنا مش عارفة أروح فين. صحيح كنت غشيمة بس أمر، ولا هتنكر؟ ولاقي حد ماسكني من دراعي، قلت ده واحد من اهلي، ابص الاقي واحد شحط بيضحك ويقول لي انت تايه يا جميل. ومن غير ما ادري قمت نازله بالشبشب فوق دماغه وتلمى عليا اصحابه عشان يضربوني، ما بقتش عارفه اعمل ايه. الاقيك قدامي، ربنا بعتك ليا، والاقي نبوتك، يسلم لي نبوتك، نزل عليهم. تقولش سجيع السيما يا ناس، أسد، غضنفر، وحش. وأول ما عينيا جت في عينيك كلبش حبك في قلبي، أموت أنا في قلبي. اطمنت؟ عشان كده بعتلك. أنا مش بس اطمنت، أنا عندي إحساس إن نهاية الظلم والفجر والاحتلال خلاص قربت. يا رب. قولي ايه المطلوب؟ كل اقسام مصر فيها بلوكامين سلاح واسلحه كتيره لمكافحه الشغب والجريمه، وطبعا بتطلع بسركي وتدخل بسركي، وكل سنه بيبقى فيه نسبه هالك ومفقودات وخرده بتتكهن، والنسبه دي المفروض هنعدمها، هنطلع بدلها سلاح سليم، هتطلع في عربيات عند نقاط محدده نحددها سوا، عند مخارج القاهره في طريق السويس والاسماعيليه. وهنا بقى يجي دوركم كظباط جيش ومدنيين وفدائيين، تستلموا مننا السلاح وتوصلوه للاخوه في الاسماعيليه والقلعه. اسمك وسنك وعنوانك؟ ده مين بتحقق معاه ليه؟ انا هنا بسالك عشان تجاوبي. اسمي ليلى، مصريه. ومادام انت مصريه قوي كده، ايه اللي جابك اسرائيل؟ تتاكد من اللي انا كنت عارفاه. ولا المصريين زرعوكي هنا في وسطينا عشان تبقي جاسوسه؟ اسأل موسى اخويا. بلاش تتكلمي على موسى، خلي حسابه بعدين. ازاي واحده يهوديه زيك جايه تتعامل مع دوله معاديه؟ انا مصريه قبل ما اكون يهوديه، ما اخترتش ديني بس اخترت بلدي. وبعدين مصر معاديه لمين؟ لينا، اسرائيل، اللي انتوا بتبنوها على ارض مش بتاعتكم، بدم شباب وستات ورجاله. واضح ان هم عرفوا يوصلوا لك دماغي كويس وحطوا لك فيها افكار. احنا هنرجع لك عقلك. عايزك تقولي لي ازاي خدعتي اخوكي واتجسستي على زمايلك في الكيبوتس؟ لو في حد بيخدع يبقى انتوا، ولو في حد اتقتل يبقى انتوا السبب. انت هتفضلي معانا لغايه ما تتكلمي. بيقول لك الملكه شخصيا اعصابها باظت من اللي اتعمل فيهم في القناه. ولسه سمعت ان العمال المصريين اللي شغالين هناك ناويين على اضراب. احنا لازم ندعو للاضراب ده، مش بس هناك وهنا كمان. وانواع التجار اللي بيدوا الاكل ل 80,000 انجليزي هناك، لازم يمنعوا الخضار واللحوم والفواكه. يا علي بس كده هيخسروا كتير. يا حسين الناس وطنيه، لو خيرتهم بين انهم يخسروا فلوسهم ولا وطنهم هيفضلوا الجوع وما يبيعوش حريتهم. اذنكم. ساعد صاحبك بره. طبعا اذنك يا ماما. يا سعد، سعد اتفضل من هنا، اتفضل يا سعد. مبروك يا حضرة الظابط. مبروك. مبروك علينا وعلى مصر كلها. انا جاي بقى من نادي وجايب لكم خبر. انما ايه؟ خير يا سعد. عارفين مين اللي نازل انتخابات نادي الظباط على منصب الرئيس؟ مين؟ اللي هو محمد نجيب. ده كده تحدي الملك نفسه. الله على الاخبار. ما تفهمونا الموضوع يا حضرة الظباط. اللي هو محمد نجيب بطل وطني، اتجرح 3 مرات في حرب فلسطين، وبعدين هو العدو الاول لحسين سري المتهم في قضية الأسلحة الفاسدة ورجل السرايا في الجيش. ودي تبقى ضربة للسرايا نفسها، تحدي للملك نفسه. وبالطبع لازم كلنا نقف جنبه. على العموم يا جماعه احنا بكره في الوحده هنفهم كل التفاصيل. انا حاسس ان نهايه الفاسد قربت.